ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ سامعيني كده؟ يا جماعة كله معايا، كله سامعني؟ ممكن بس كله يعمل unmute بس الأول علشان أعرف إن أنتوا سامعيني. خلاص سامعينك. طيب نبدأ يا جماعة، نكلمكم شوية عن الهيومن بيولوجي في الأول. طبعا هو إديكسل سبجكت، تمام؟ مش كامبريدج، ما فيش منها كامبريدج. بالنسبة للستايل الإكزام هو شبه الأو ليفل إديكسل شوية، إن هو إحنا عندنا اتنين بيبرز، بيبر 1 وبيبر 2. خلاص كل بيبر منهم 90 ماركس، 90 و90، يبقى التوتال 180 زي او ليفل ادكسل. وكل بيبر بتبقى 1 اور 45 مينتس. الفكره بقى ان في ايه في كل بيبر؟ في كل بيبر فيها نفس ستايل الاسئله، نفس الستايل بتاع الاسئله، يعني اللي هم اللي احنا عارفينهم كده كده من الاو ليفل. ديفينيشنز عاديه، ديسكرايب، اكسبلين، داتا ريسبونس، داتا ريسبونس اللي هو جرافس وتيبلز وكده، واسئله البراكتيكال اللي هي الناس اللي كانت واخده او ليفل كامبريدج كانت بتبقى موجوده كبيبر 6، او اللي كانوا بري اي جي عارفين بيبر 6 دي كويس. هنا ما فيش بيبر مخصصه للبراكتيكال، الاسئله اللي هي بتاعت الاكسبيرمنتس. اسئله الاكسبيرمنتس بتبقى فيوزنج كده في النص، تبقى يعني ما بين الاسئله نفسها يعني. خلاص طيب لو اتكلمنا عن الكيرف، بصوا بالنسبه مثلا اخر اكزام خالص اللي هو كان جان 20، اخر جان اللي فات ده، نحن علشان نجيب اي ستار، اي ستار اللي هي بتبقى 9 او 8، احنا محتاجين طبعا التوتال 180. خلاص عشان نجيب 8 ده اللي هو المينيمم ستار، بتبقى 139 اوت اوف 180، يعني تقريبا بننقص 41 درجه، اعلى سنه من البيولوجي العادي. عشان نجيب 9 اللي هي بتبقى ستار عاليه بتبقى 149 اوت اوف 180. خلاص 7 دي طبعا اللي هي الاي، و6 و5 اللي هي البي. احنا طبعا بنطمح لاعلى حاجه ان شاء الله 9 او 8. خلاص بالنسبه للكيرف اللي هو بتاع جون 19 اللي هو كان اول كيرف في نيو سيلبس، هو برده في نيو سيلبس من اول جون 19 زي او ليفل ادكسل، بيبقى تقريبا نفس الكيرف اللي هو 148 اوت اوف 180 دي 9، و 138 out of 180 دي اللي هي ال 8، تقريبا زي جان 20. خلاص يعني الاثنين شبه بعض قوي، ده بالنسبه للنيو سيلبس. بالنسبه لاخر اكزام في الاولد سيلبس اللي هو ايام ما كان بقى ستار واي والقصص دي كلها، كان يعني الاي ستار كانت 141،
out of 180. خلاص بس خلاص بقى الكيرف ده ما بقاش موجود دلوقتي، فاحنا بنعتبر رينج الستار بتاعتنا يعني اللي هو ال 8 138 out of 180 او 139 out of 180، يعني هي هتيجي في الرينج ده، ممكن يعلى ممكن يوطى طبعا زي ما انتم عارفين على حسب الاكزام عامل ازاي. لو الاكزام كان سهل قوي الكيرف بيعلى، لو الاكزام كان صعب شويه الكيرف بيوطى. طيب بالنسبه لل نوتس وستايل الشغل هنشتغل ازاي، ممكن اكلمكم شويه عن السيلبس، هنشوف ازاي هو شبه البيولوجي اللي احنا خدناه وازاي في اختلافات عنه. مبدئيا كده الناس اللي كانت واخده او ليفل كامبريدج، هو الهيومن بيولوجي اشبه اكتر بالاو ليفل كامبريدج او ليفل ادكسل، يعني احنا بنتكلم تقريبا 70-75% هو السيلبس بتاع او ليفل كامبريدج، بس ستايل مختلف شويه في الاسئله. بالنسبه للاو ليفل ادكسل فاحنا بنتكلم من 60-65% هو السيلبس بتاع او ليفل ادكسل. خلاص طيب تعالى كده اعمل لكم اوفر فيو على السيلبس المفروض ان هو فيه ايه. احنا السيلبس بتاعنا مش طويل، سيلبس بيبقى 12 شابتر، هكلمكم كده اوفر فيو ايه الحاجات اللي المفروض هناخدها في السيلبس. مبدئيا كده مفيش بلانس خالص، انا عارف ان انتوا البلانس كانت بالنسبه لكم يعني دمها تقيل شويه. دلوقتي البلانس خلاص اتشالت تماما، مفيش اي بلانس في الموضوع، بس الفكره ان احنا وي هاف ريبليسد الحاجات اللي هي البلانس اللي كانت موجوده في سيلبس البيولوجي بحاجات تانية كونسرنينج الهيومنز ما كانتش موجوده في البيولوجي. يعني هديكوا اكزامبل الاير مثلا والبرين، الاير والبرين دول حاجات تبع الهيومنز ما كناش بناخدهم في البيولوجي العادي، كان بدلهم في البيولوجي العادي كان حاجه البلانتس. هنا مفيش بلانتس بس في نفس الوقت يعني السيلبس مش قصير للدرجه دي، مش هنشيل حاجه البلانتس خلاص، لا زودنا حاجات في الهيومن بودي ما هياش ليها وجود في البيولوجي العادي. خلاص تعالى كده نعمل اوفر فيو على الشابتر، الحاجات اللي خدناها، الحاجات اللي ما خدناش، الحاجات اللي كانت موجوده في او ليفل كامبريدج او او ليفل ادكسل او وات ايفر. تعالوا نشوف اول شابتر ده عبيط جدا، السيل ستراكشر اند اورجانيزيشن، الحاجات اللي بتبقى موجوده في السيل، سيل ممبرين وسيتوبلازم ونيوكليس، الحاجات دي كلها كلكم خدتوها، ميتوكوندريا ورايبوزومز والقصص دي كلها، وجروب اوف سيميلر سيلز بتكون تيشو اورجانز. انا طبعا مش بشرح دلوقتي، انا بس ايه بديك اوفر فيو احنا عندنا ايه عشان بس تبقوا فاهمين احنا ازاي شبه البيولوجي العادي وازاي مختلف عنه. خلاص ده بالنسبه لاول شابتر ما فيهوش حاجه قوي، يعني طبعا دول اللي هم اسمهم السبيشلايز سيلز، سيلز اللي بتقوم بدور مهم في البوديز بتاعتنا كهيومنز. ولو تاخدوا بالكم مفيش هنا الاورجانيلز والستراكشرز اللي موجوده في البلانتس، مفيش مثلا ما بنتكلمش على السيل وول، ما بنتكلمش على الكلوروبلاستس والحاجات بتاعت البلانتس دي، جاست السيل من برسبكتيف الهيومنز بس مش من برسبكتيف البلانتس خالص. تمام ده اول شابتر cell structure and organization. تاني chapter هو almost entirely برضو شبه البيولوجي العادي اللي هو البيولوجيكال مولكيولز، بنتكلم على الكربوهيدراتس، بنتكلم على البروتينز، بنتكلم على الليبيدز اللي هم الفاتس، بنتكلم على الفود تيستس، تيست بتاع الكربوهيدراتس اللي هو الستارش وبنديكس، تيست على الجلوكوز والفاتس والبروتينز والقصص دي كلها، بنتكلم طبعا على الفيتامينز والمينرالز، هم نفس الفيتامينز بتوع الاو ليفل، فيتامين سي وفيتامين دي وفيتامين اي للناس اللي كانت واخده اول ليفل ادكسال عارفاه، لكن اول ليفل كامبريدج ما كناش بنتكلم على فيتامين اي، الايرن والكالسيوم والووتر والقصص دي كلها والفايبرز والبالانس دايت، ده كله انتايرلي. ده تيست جديد شويه علينا، تيست فور فيتامين سي، يمكن شباب اول ليفل كامبريدج عارفين انه تيست بتاع فيتامين سي، والليفل ايدكسل ما كانش موجود في السيلبس. هو هنا حتى كتاس فور فيتامين سي هو مختلف شويه عن الشباب خدوه في كامبريدج، يعني في شويه ديتيل زياده احنا بنتكلم عليها. بنتكلم برضو على الانزيمز، هم نفس القصص، اكتف سايت وسبستريت ودي نيتشر وتمبرتشر والبي اتش والقصص دي كلها هي، بس بيبقى في بقى هنا جزء جديد، في حاجه في الانزيمز اسمها الانهبيترز، دي جديده علينا، يمكن بس الناس اللي كانت واخده اي اس كامبريدج هتعرف القصه دي. الانهبيترز دي سبستنسز
زي ما تقول بتسلو داون الريت بتاع رياكشن في انزيم، يعني بتعطل شغل الانزيم. ودي مش بالضروره تبقى حاجه وحشه، ممكن تبقى ادويه على فكره بتستخدم كانهبيترز، وفي انهبيترز طبعا وحشه لو هي بتاذي انزيم اوريدي شغال كويس في البادي بتاعنا، هنتكلم عليه خلاص. وفي برضو باي ذا واي يعني شويه انهبيترز كده من الادويه اللي هي ماشيه دلوقتي بتاعه الكورونا، هبقى اكلمكم عليها. طبعا الكورونا مش علينا في السيلبس، بس حاجه ميكينج سنس حوالينا قوي دلوقتي. هنتكلم على حاجه اسمها الايموبيلايز انزيمز، دي برضو حاجه ما اتكلمناش عليها قبل كده خالص، يمكن الناس بس لو حد خد اي اس عارفها. هي طبعا مش بنفس معلومات الاي اس، هي ابسط شويه من الاي اس، بس التوبيك نفسه موجود في الاي اس مش في الاوليفل، بس هو اسهل من بتاع الاي اس. حاجه اسمها ايموبيلايز انزيمز، انا طبعا عارفين في حاجه اسمها حاجات اسمها موبايل وحاجات اسمها ايموبايل. موبايل يعني متحرك، ايموبايل يعني ثابت. عاده الانزيمز اللي بنشتغل بيها في اللاب بتبقى موبايل متحركه. يعني ايه متحركه؟ بنجيب الانزيم بيبقى عامل زي الباودر كده وبنحطه في الميه، بيبقى موبايل في الميه بيتحرك. ساعات بيبقى في انزيمز ايموبايل بتبقى زي ثابته مش متحركه في سولوشن، زي مثلا فور اكزامبل لو حد بيشوف مثلا التست اللي هو بتاع السكر، الناس اللي بتعمل السكر، او حتى التست اللي هو بتاع الكوفيد بتاع الكورونا، بيبقى فيه زي حاجه ايموبيلايز انزيمز كده زي شريطه كده بتبقى موجوده وبيبقى عليها ايموبيلايز انزيم. يعني هنبقى نعرف نتكلم عليها، يعني طبعا انا ما بشرحش دلوقتي بس بديكوا فكره، يعني حاجات فيري انترستنج بنتكلم عليها. انا ستايلي الناس اللي عارفاني عارفه ان انا بعد كل تشابتر بحط الاكسبيرمنتس بتاعته. طبعا ما بتبقاش اكسبيرمنت لازم تيجي في الاكزام، بيبقى ممكن اكسبيرمنت شبهها، وفي ممكن اكسبيرمنت دي زي ما هي تيجي في الامتحان ما فيش مشكله. دي اكسبيرمنت تاني اهي، ده طبعا تشابتر عبيط جدا، هو بالظبط بتاع الاو ليفل، ما فيهوش اي جديد. ثلاث حاجات اللي احنا عارفينهم: الديفيوجن من هاي للو، الاكتيف ترانسبورت من لو لهاي اجانست كونسنتريشن جريدينت، الاوزموزيس الموفمنت اوف ووتر through partially permeable membrane والقصص دي كلها. ودي طبعا الاكسبيرمنتس مهمه هنا قوي. تشابتر هو بالظبط زي الاو ليفل كامبريدج او ايدكسل. هنا طبعا بنتكلم على الاليمنتري كانال والدايجستيف سيستم بنسبه كبيره جدا شبه الاو ليفل كامبريدج وايدكسل. نتكلم على الانزيمز، انواع الدايجستشن، يمكن الحته دي جديده شويه على الشباب او ليفل ايدكسل. شباب او ليفل كامبريدج عارفين السنان التيث، واو ليفل ادكسل ما كانش فيها التيث. يمكن لو حد كان بري اي جي او حاجه عارفهم واخدهم، هم بالظبط بتوع بري اي جي. فهنتكلم هنا حتى لو معلومات جديده علينا كشباب او ليفل ادكسل، هي معلومات جريد 9 بري اي جي ما فيهاش اي مشكله خالص. ده طبعا التوث من جوه، ازاي ناخد بالنا من سناننا. الانزيمز هم بالظبط، ما فيش انزيمز جديده. السليفري اميليز اللي في البق، ستومك اللي فيها البيبسين انزيم، السمول انتستين، لارج الفلاي، كل ده هو بالظبط، ما فيهوش اي مشكله خالص. فده تشابتر تقريبا برضو انتايرلي شبه الاو ليفل بالظبط. طيب التشابتر اللي بعده بنتكلم عن الريسبيريشن والجاس اكسشينج. نعرف طبعا يعني ايه ريسبيريشن، هي البروسيس طبعا اللي الاكل بيتكسر فيها جوه السيلز عشان يطلع انرجي، تمام. ايروبيك ريسبيريشن وانيروبيك نفس الكلام. يمكن الحته دي موجوده بقى في او ليفل ايدكسل، مش موجوده في او ليفل كامبريدج. مولكيول اسمه الاي تي بي او اسمه ادينوزين تراي فوسفيت، اختصاره اي تي بي. ده المولكيول ده اللي هو ايه، في ناس كتير عارفاه خدته في او ليفل ايدكسل مش موجود في كامبريدج. ده اللي هو المفروض المولكيول اللي بيخزن الانرجي جوه السيلز. ده المفروض المولكيول اللي بيخزن الانرجي جوه السيلز. ده لو في اي حته من السيل محتاجه انرجي بتبقى متخزنه في المولكيول ده. احنا هنعرف ازاي السيل بتعمل المولكيول اسمه الاي تي بي ده، وازاي لو في حته في السيل عايزه الانرجي الاي تي بي ده بيديها لها. خلاص اتس فيري سمبل وبسيطه جدا. لو حد كان خد اي اس او اي 2، هي طبعا ابسط بكتير قوي عن المعلومات بتاعت الاي اس والاي 2. اصل خدوا بالكم برضو الهيومن بيولوجي ده هو ماده او ليفل في الاول وفي الاخر. فلو في اي معلومه او اي حاجه
اتقالت في الاي اس او الاي 2 عمرها ما هتبقى بمستوى الاي اس والاي 2، هتبقى بمستوى الاو ليفل اللي هو البيولوجي العادي. حتى لو معلومه جديده علينا ما خدناهاش في البيولوجي برضه هتبقى فيري شالو، هتبقى سطحيه جدا، واسئلتها هتبقى بريتي دايركت عن الاي اس او الاي 2 لو هي موجوده في الاي اس او الاي 2. خلاص برضه نفس القصه دي، احنا عارفين طبعا ان البريذنج سيستم بتاعتنا او الجاس اكسشينج تراكيه بقى والبرونكاي والالفيلاي والسيليا والقصص دي كلها، نتكلم على الالفيولاي والادابتيشنز بتاعتهم، هو نفس الكلام بتاع الاو ليفل، التدخين والتباكو سموكينج، نيكوتين، وعندنا برضو في كربون مونوكسايد وطار، نفس الكلام بالظبط بتاع الاو ليفل ما فيهوش اي جديد. نفس القصه دي برضو بتاعت الفنتيليشن هفكركم بيها، اللي هي ايه؟ اللي هي بتاعت الانتركوستال ماسلز والريبز، اللي هو ازاي بناخد نفسنا، ازاي بنطلع النفس، الريبز بتتحرك ازاي، الدايفرام بيطلع ازاي بينزل ازاي، والقصص دي كلها. دي يمكن جديدة علينا ككيمبريدج وكإيدكسل، ودي لسه جاية جان اللي فات على طول. الجهاز ده، الجهاز ده اسمه السبيرومتر، ده جهاز بيقيس اللونج فوليومز. يعني ايه بيقيس اللونج فوليومز؟ يقيس مثلا كمية الهواء اللي موجودة في اللونجز بتاعتنا at rest، يقيس مثلا لما الواحد بياخد نفس ينهيل breath at rest بياخد قد ايه في النفس ده هواء، بيطلع قد ايه هواء. يعني بنتكلم على القصة دي، جهاز بنوصله كده ببقنا ومناخيرنا عشان يقيس الفوليومز، الهواء اللي بيخش والهواء اللي بيخرج من والى اللانج ساعتنا بيبقى قد ايه. وده طبعا مهم في ايه؟ مهم ان احنا نعرف الرئة بتاعت واحد سليم شغالة كويس ولا لا. ولو حد مثلا عين مثلا سايب الكورونا فور اكزامبل، الكورونا طبعا بتهاجم اللانجز الفيروس ده، ده طبعا بيأثر على اللانجز بتاعته. فأجهزة زي دي بتساعدنا ان احنا ايه؟ ندايجنوز او نشخص شخص اللانجز بتاعته كويسة ولا متأثرة بحاجة، متأثرة بالسموكينج مثلا، متأثرة بديزيز معين، لعيب مثلا كورة هنجيبه عندنا النادي السنة دي، عايزين نعرف اللانجز بتاعته كويسة، الفيتنس بتاعه كويس ولا اي كلام. يعني جهاز لذيذ جدا هنفهمه مع بعض كويس، بس برضو يعني فيري شالو زي ما قلنا، سطحي جدا، مش هنخش في ديتيلز دي. طبعا الاكسبيرمنتس ده تشابتر برضو معظمه خدناه في الاول ليفل، الهوميستاتيك ميكانيزمز او الهوميستاسيس. هوميستاسيس لو تفتكروا يا جماعه اللي هو ايه؟ ان احنا بنمينتين كونستانت انترنال انفايرمنت، ازاي بنحافظ على البيئه الداخليه بتاعت جسمنا ان هي تبقى ثابته. يعني ازاي نحافظ على التمبريتشر تبقى 37 ديجري سلسيوس، نحافظ على الميه، ده اسمه اوزمو ريجوليشن، نحافظ على كميه الجلوكوز اللي في البلد، لو عليت نقللها ولو وطيت نعليها، ونعرف طبعا كل ده ان ديتيلز ازاي، والميكانيزم اللي في الجسم اللي بيعمل هوميستاسيس اللي بيحس بالمشكله وبعدين يحلها واحنا قاعدين مش حاسين بالقصص دي كلها. وده شبه برضو الاو ليفل كامبريدج وإيدكسل بنسبه كبيره، اللي هي القصه بتاعت السكن لو تفتكروا، اللي هي لما دي بردانين مثلا الهير بيحصلوا إيركشن، الشعر بيقف، لما نبقى حرانين السويت جلانس بتطلع سويت، فازو كونستريكشن، فازو دايليشن، القصص دي كلها موجوده هي الفاتس اللي تحت الجلد اللي بتحافظ على التمبرتشر، كل ده موجود. هو خدناه في الاو ليفل ما فيهوش اي مشكله. ده اول جزء في الهوميستاسيس، اللي هو الهوميستاسيس عن طريق تظبيط البادي تمبرتشر. نمبر بي بقى في الشابتر ده هوميستاسيس عن طريق الاكسكريشن، عن طريق الكيدني. الكيدني برضو ليها دور مهم جدا في ان هي تحافظ على البيئه الداخليه او الانترنال انفايرمنت بتاعت جسمك عن طريق الاكسكريشن، هي لو شالت الحاجات الوحشه من جسمنا او الحاجات الزياده فهي كده حافظ على ان الجسم يبقى في كونستنت انفايرمنت. ده برضو دور في الهوميستاسيس، فده كانه تشابتر اكسكريشن داخل مع الايه؟ مع الهوميستاسيس. يعني هو انا محطوط هنا الاكسكريشن ضمن الهوميستاسيس، نفس الكلام اللي خدناه في الاو ليفل، الستراكشر بتاع الكيدنيز، البلادر، اليوريتر، اليوريثرا، القصص دي كلها هي ما فيهاش اي مشكله، خدناها قبل كده. وحتى خدنا السنه اللي فاتت او اللي قبلها، يعني على حسب احنا جريد كام، اخدنا حتى الانترنال سيرش بتاع الكيدني عن طريق النفرين لو تفتكروا، اليونت اوف ستراكشر اوف ذا كيدني اللي هي اسمها النفرين، اللي هو لو تفتكروا البومنز كابسول والبروكسيمال كونفوليوتد تيبيول والقصص دي كلها نتكلم عليها هي
مفيش اي جديد في القصه دي سواء كامبريدج او ايدكسل. الكيدني دالس او الكيدني ماشين برضو هي هي، هو جهاز غسيل الكلى. ليه جهاز غسيل الكلى او الدايسيس ماشين دي احسن من الترانسبلانت، او ليه الترانسبلانت احسن من الكيدني ماشين؟ هنتكلم على القصص دي كلها برضو. هما بالظبط كامبريدج ايدكسل، ودي يمكن حته شباب اوليفر ايدكسل خدوها قبل كده، اللي هي القصه بتاعه ال ADH هرمون، انتي دايوريتك هرمون. ده هرمون بيظبط الليفل بتاع الميه في دمنا، لو لقى الميه عاليه بينزلها في اليورين، لو لقى الميه واطيه بيرجعها على الجسم تاني. هرمون بيطلع من البرين يروح للكيدني عشان خاطر تظبط الليفل بتاع الميه في جسمنا، خلاص. فده حته موجوده في او ليفل ايدكسل، مش موجوده في او ليفل كامبريدج. يمكن في بعض التيتشرز بتديها في او ليفل كامبريدج كزياده، بس هي اكشلي مش في السيلبس بتاع او ليفل كامبريدج، بس موجوده اساسيه في السيلبس بتاع او ليفل ايدكسل، هي هي بالظبط، خلاص. وانا عامه لما بقول او ليفل كامبريدج او او ليفل ايدكسل خدناها هنا خدناها هنا، انا يا جماعه بشرح فروم سكراتش، يعني بشرح كأن الكلام ده ما سمعناهوش قبل كده، لدرجة ان انا يعني بقول لك النيوكليس والسيتوبلازم دول بيعملوا ايه فروم سكراتش. بنفكرك كويس جدا، ما فيش اي مشكلة خالص. طيب اخر جزء في او الجزء قبل الاخير في الشابتر ده، اللي هو الانسولين والجلوكاجون. الهوميستاسيس عن طريق الانسولين والجلوكاجون، دول هرمونين بيظبطوا الليفل بتاع الجلوكوز في البلد. يعني مثلا فور اكزامبل اكلت لك اكله، الاكله دي كان فيها جلوكوز كتير، الجلوكوز عالي. لو تفتكروا كان فيه هرمون بيطلع، الهرمون ده اسمه الانسولين هرمون. الانسولين ده هو اللي بيوطي الجلوكوز العالي، اللي عكسه بقى هرمون اسمه الجلوكاجون، العكس بيعلي الجلوكوز الواطي. هنتكلم عليهم هم بالظبط الاو ليفل. نتكلم عن الدايبيتس، الناس اللي عندها السكر، ليه عندهم السكر وازاي بنقلل السيمتومز بتاعته. واخر جزء في الشابتر ده هوميستاسيس عن طريق الليفر، ازاي الليفر ده كأورجن او الكبد بيظبط الليفل بتاع حاجات كتيره قوي في جسمنا، فهو طبعا ليه دور في الهوميستاسيس، او ان هو يخلي جسمنا في كونستنت انفايرمنت، خلاص. وهنتكلم طبعا على دراج مهم جدا بيأثر على الفانكشن بتاع الليفر، الدراج ده يا جماعه اسمه الكحول، اللي هي الخمور، ازاي لونج تيرم ايفكت بتاعها بيأثر على الليفر وبعض الاورجنز التانيه، خلاص. طيب شابتر بعد كده شابتر 7 بنتكلم على الريبرودكشن. طبعا مفيش ريبرودكشن بلانتس، مفيش جوه بقى السابلز والبيتلز والستيمنز والبولينيشن والكلام ده، ما انسوا الكلام ده مش موجود هنا. بنتكلم بس على السكشوال ريبرودكشن في الهيومنز. طبعا نفس الكلام، الميل ريبرودكتيف سيستم، فيميل ريبرودكتيف سيستم، المنسول سايكل. عارفكم ما كنتوش بتحبوا الحته دي قوي، بس الجود نيوز ان هي بالظبط هي هي بتاعت او ليفل كامبريدج او ليفل ايدكسل. دور الهرمونز فيها اللي هو استروجين، بروجستيرون، هرمون اف اس اتش، ال اتش، اوفيليشن، نفس التيرمز هم بالظبط في او ليفل كامبريدج او ليفل ايدكسل. حتى الجراف بتاعه اهو بالظبط هو هو. طيب طبعا الاجز والسبيرمز، الفروق اللي ما بينهم، ازاي كل واحده ادابتد ليهم، ازاي الزايجوت بيتكون بعد كده يبقى امبريو، الامبريو بياخد الحاجه بتاعته من البلاسنتا، نفس الكلام هو هو بالظبط. الجزء ده مثلا ده جزء ما كانش موجود في او ليفل ايدكسل، كان موجود في او ليفل كامبريدج. الجزء اللي هو بتاع البيرث كنترول او الكونترسبشن، اللي احنا كنا بنتكلم عليه بالعربي، اللي هو تنظيم الاسره، اللي هي الميثودز تيكن باي ا كابل تو ليميت ذا نمبر اوف تشيلدرن ذي هاف. اتنين مثلا زي متجوزين مش عايزين يخلفوا او عايزين يكتفوا بعدد معين من الاطفال عندهم، مش عايزين يزودوا عن كده. فايه هي الميثودز دي؟ شباب او ليفل كامبريدج كلهم عارفينها، مفيش مشكله. شباب او ليفل ايدكسل ما كانتش موجوده الجزء دي، بس لو حد كان بري اي جي جريد 9 هي هي بالظبط، ما فيهاش اي مشكله خالص. وبرده بقولها تاني، انا بشرحها فروم اي تو زد كاننا ما خدناهاش خالص اللي خدوه قبل كده، خلاص. فهي ايه هي الميثودز اوف بيرث كنترول، نعمل ايه علشان نليمت النمبر اوف تشيلدرن، هنتكلم عليها. في طرق سيرجيكال، عمليات، في طرق ميكانيكال او بارير ميثودز، طرق ان احنا نمنع السبيرمز توصل للاجز، في طرق كيميكال بادويه
بتاخد في هرمونز بتاخد، يعني هنتكلم على القصص دي كلها. هنتكلم برضو على الانفيرتيليتي. الانفيرتيليتي هو بالعربي اسمه العقم، ليه ممكن اتنين ما بيخلفوش. نعرف ان المشكلة ساعات من الميل ساعات من الفيميلز، والحلول المتاحة fertility drugs و artificial insemination. ساعات أدوية بنديها للناس، ساعات بيبقى حاجة اسمها artificial insemination. هنبقى نتكلم على دي طبعا مش applicable by all means في مجتمعاتنا، applicable برا شوية في يوروب وأمريكا والقصص دي كلها. نتكلم عليها in details. ودي حاجة اسمها in vitro fertilization، دي طبعا اسمها الكومن دلوقتي اللي هو التست تيوب بيبيز، اللي هم بنسميهم بالعربي اطفال انابيب. بس طبعا ما بنكتبش تست تيوب بيبيز والقصص دي، اسمها اي في اف او ان فيترو فيرتيلايزيشن، هنتكلم عليها. خلاص فيري انترستينج. طيب ده بالنسبه لتشابتر ريبرودكشن. التشابتر اللي بعده انترنال ترانسبورت اللي هو الهارت. الهارت فيه جزء كبير منه خدناه قبل كده، او ليفل كامبريدج او ليفل ادكسل، ليه الحاجات العاديه بقى اللي هو الستراكشر بتاع الهارت، رايت سايد وليفت سايد، ليفت اتريوم رايت اتريوم، اورتا، بالمونري ارتري، القصص دي كلها هي هي. ده اول جزء. كاردياك سايكل، ازاي الهارت بيعمل كونتراكشن، نمبر اوف بيتس اللي الهارت بيعملها في الدقيقه، القصص دي كلها نتكلم عليها برضو خدناها قبل كده. الكوروناري هارت ديزيز، لو تفتكروا في ارتريز بتغذي عضلات القلب بالبلد اسمها الكوروناري ارتريز. الكوروناري ارتريز دي يا جماعه طبعا هي اللي بتدي المسلز بتاعه الهارت الايه البلد عشان يفضل شغال ويعرف يودي بلد لبقيه الجسم، هنتكلم عليهم. وهنتكلم على ازاي ممكن بيحصل هارت اتاك، ازاي ممكن مثلا واحد قلبه يقف بسبب الكوروناري هارت ديزيز دي، ايه الاسباب في القصه دي. طبعا التدخين، الدايت، قله الاكسرسايز، القصص دي كلها، الايج الوقت لما بيكبر في ريسك عالي، جينز وراثه، في كذا سبب للقصه دي. تمام نتكلم عليها. الجديد بقى في الموضوع نعالجها ازاي. احنا هنا بقى يا جماعه دخلنا ايه حته يعني طب شويه، تحس ان انت الدكتور في نفسك كده. بس طبعا احنا مش بناخدها طبعا بديتيلز الطب او الليفلز العاليه بتاعه الجامعه، احنا بناخدها برضو الفكره بس، ناخدها يعني بشكل سطحي جدا. اول حاجه اللي هي اسمها الانجيوبلاستي. الانجيوبلاستي دي اللي هي بيسموها بالعربي القسطره، نعرف ايه هي القسطره دي وايه هو دورها في ان هي تعالج حد او تمنع حدوث هارت اتاك. نعرف ايه هي القسطره دي. هنعرف ان في حاجه اسمها ستنت. ستنت دي بالعربي كلنا نسمع عنها اسمها الدعامه. ايه الدعامه دي ببساطه شديده؟ يعني ان الناس اللي بيبقى عندها هارت اتاك الكوروناري ارتري بيبقى بلوكت كده، زي ما احنا شايفين، شايفين شكل الكوروناري ارتري اللي بيغذي القلب بيبقى بلوكت كده مسدود. فالدعامه دي حتى اسمها بالعربي دعامه، ليه؟ عشان بتدعم الارتري ده، كانها بتوسعه عشان الدم يرجع يفلو تاني لمين، للهارت ماسلز، عشان يرجع يشتغل تاني. هنتكلم على الدعامه دي ازاي بتشتغل، بس فيري شالو، سطحي جدا. هنتكلم على حاجه اسمها هارت ترانسبلانت. هارت ترانسبلانت دي اللي هي اسمها بالعربي زراعه قلب، اللي هو القلب اصلا كده كده اوريدي بايظ، ما فيش منه امل نعمل له قسطره ولا دعامه ولا حاجه، محتاجين نجيب قلب من حد تاني. طبعا لازم يكون مات ولازم يكون موافق ان احنا نستخدم القلب بتاعه ده نديه لواحد تاني، ولازم طبعا ناخده منه بعد وقت معين، مش نستنى لما بعد ما يموت فتره طويله ونيجي ناخد القلب، لا مش هيبقى موجود خلاص. فده دي روز هنتكلم عليها. نتكلم على حاجه اسمها artificial heart. artificial heart ده طبعا بيبقى قلب artificial، حتى باين من اسمه يعني قلب صناعي، بس ده ما بيتحطش جوه الجسم. يعني ده مثلا ايه، بيبقى جهاز كده بره الجسم، لو الدكتور مثلا بتاع القلب بيعمل عمليه في القلب بيحول الدم مؤقتا على القلب، على القلب الصناعي ده بره الجسم، يقوم بوظيفه القلب الطبيعي. وعقبال ما الدكتور يعمل عمليه في القلب والشخص ده خلاص يريكفر من العمليه، نقوم مرجعين له الايه الدم تاني على الهارت الطبيعي بتاعه. هنتكلم على البوينت دي. هنتكلم على حاجه برضو لذيذه جدا اسمها الهايبرتنشن. الهايبرتنشن ده اللي هو
طبعا مش حاجة لذيذة يعني، حاجة قصدي make sense يعني common عندنا، مرض الضغط. يعني أغلبية الشعب المصري ما شاء الله عنده الضغط اللي هو الهايبرتنشن. نعرف إيه هو، مين هو مريض الضغط، هنعرف الأسباب اللي تخلي الواحد يجيله الضغط، وأولها الجيناتيك فاكتورز، أسباب وراثية. ممكن واحد يبقى زي الفل كويس بس عنده هيستوري في عيلته إن هو عنده الضغط فبيجيله الضغط. هنعرف بعض الأدوية بتاعة الضغط بتعالجها إزاي برضه، فيري سيمبل مفيش مشكلة. دي أدوية مثلا الكوليسترول، زي نقلل الكوليسترول في الدم، ودي برضو أدوية بتستخدم عشان نمنع الهارت أتاك اسمها البيتا بلوكرز، هنتكلم على الجزء ده. ده كان جزء جديد ريليتد للهارت. معظم الشابتر بعد كده بقى بنتكلم على اللي احنا عارفينهم دول، اللي هم الارتريز والكابيلاريز والفينز. بالظبط هم بتوع الاو ليفل كامبريدج وإديكسل، هنتكلم عليهم هم بالظبط. هنتكلم ده جزء برضو جديد شوية على شباب او ليفل ايديكسل اسمه الليمفاتيك سيستم. شباب او ليفل كامبريدج عارفاه الليمفاتيك سيستم ده زي سيستم موازي للسيركيلاتري سيستم، عارف كأنك مثلا عندك الدائري والمحور. المحور ده اللي هو كأنه البلد، معظم الحاجة بتبقى ماشية فيه. جسمنا بيبقى فيه طريق تاني شبه البلد بس اسمه الليمفاتيك سيستم. هنعرف مين اللي بيمشي هنا في البلد ومين بيمشي في الليمفاتيك سيستم، وهنعرف الفرق في الكومبوزيشن ما بين الاثنين، وازاي الليمفاتيك سيستم ده ليه دور في الاميونيتي او المناعه. بعد كده الجزء بقى بتاع البلد برضو جزء مكرر، اللي هو يعني نتكلم في اللي هو البلازما، الفلويد اللي موجود في الهارت، الريد بلاد سيلز، الواي بلاد سيلز. واي بلاد سيلز هم الاميونيتي او المناعه، البلد بليتلتس، هنتكلم على القصص دي كلها. شابتر بعد كده اللي هو coordination. coordination يعني بالعربي تواصل، كأننا جوه جسمنا بنوصل مسج من حتة لحتة في جسمنا. طبعا احنا عارفين ال coordination ده بيحصل ازاي، يا اما بيحصل عن طريق النيرفس سيستم، اما بيحصل عن طريق الهرمونال سيستم. نيرفس سيستم ده بقى اللي هو البرين والسباينال كورد والنيرفز والنيروز، هم بالظبط بتوع او ليفل كامبريدج وإديكسل. والهرمونز طبعا برضو هم عارفينهم من او ليفل كامبريدج وإديكسل. خلاص لو تفتكروا دي نيرونز اهو، ده الموتور نيرون، في سنسوري نيرون، في ريلي، هنعرف انواعهم واشكالهم. هم بتوع الاو ليفل بالظبط وجريد 9 وكل حاجه. ده السباينال كورد هنتكلم عليه، لو تفتكروا الساينابس، الساينابس دي الجابس اللي ما بين نيورونز مهمة جدا. ده بقى جزء جديد علينا تماما ما اتكلمناش عليه، ولا كامبريدج ولا ايديكسال ولا بري اي جي ولا اي حاجه. البرين، البرين ده عالم، يعني عالم كبير جدا، وظايفه كتير جدا 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 للبني ادم معرفها، ولسه في وظايف كتير البني ادم ما يعرفش عن حاجة بتشتغل ازاي في البرين. احنا هنتكلم بشكل بسيط جدا 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 على البرين، يعني كان نفسي اكلمكم اكتر عن البرين. طبعا يعني هنبقى نتكلم وسط الكلام حاجات، يعني ساعات ممكن نطلع اوف سيلبس كده، حاجات تبقى انترستنج مش كتير يعني. بس احنا للاسف الجزء اللي عندنا في البرين يعني بسيط جدا للاسف، من ناحيه يعني ان هو يعني فيري انترستنج، بس دي حاجه كويسه طبعا للسيلبس بتاعنا ان احنا مش هنذاكر حاجات كتير. يعني هنعرف الأجزاء المختلفة اللي في البرين. يمكن الناس لو حد فيكم كان ناشونال أو حاجة، مش عارف خدتوها في أول إعدادي أو تاني إعدادي مش فاكر بالظبط، شوية حاجات كده تبقى موجودة في البرين، سيرابرم، سيريبيلم، المدلة أوبلونجاتا، الأجزاء المختلفة اللي موجودة في البرين. خلاص هنعرف مين الجزء اللي مسؤول مثلا عن الهيرينج، نسمع جزء مسؤول عن الفيجن، جزء مسؤول عن البالانس الاتزان، هنتكلم على القصص دي. وهنتكلم على حته very interesting، البرين ديزيز، شويه امراض كده بتيجي في المخ، من ضمنها الزهايمر ديزيز، من امراض العصر. طبعا ما اسموش زهايمر يعني اسمه الزهايمرز. هنتكلم امتى الشخص كبير في السن عرضهم بقى، بيبقى الشخص بينسى وبيتوه، ما بيعرفش اهله، ما بيعرفش احنا يوم ايه،
نعرف ان المرض ده او معظم البرين ديزيز للاسف الشديد ما بيبقاش ليها كيور، ما بيبقاش ليها علاج. فلما الشخص بيكشف من بدري يلاقي ان في بوادر للمرض ده، هنعرف ازاي نلحقه. وفي بعض الحالات هنعرف برضه احنا مش هنقدر نلحقه، يعني خلاص وصلنا لمرحله اللي هو لا للاسف مش هنقدر نلحقه يعني. خلاص بنتكلم على الزهايمرز ديزيز، بنتكلم على مرض تاني شبه اسمه فاسكولار ديمنشيا، بنتكلم عليه برضو شبه الزهايمرز بس هنعرف الفرق ما بينهم. باركنسونز ديزيز ده برضو فيري انترستينج، اللي هو بالعربي اسمه الشلل الرعاش. لو تاخدوا بالكم ساعات بيبقى في ناس كده تلاقي ايه ايديها بتتهز لوحدها كده من غير ما تحركها، مش عارفين يعني يمشوا، زي لو حد ليه مثلا في الرياضه اللي هي القصه بتاعت محمد علي كلاي الملاكم المشهور، كان عنده باركنسونز ديزيز. ده كان قبل ما يموت جاله باركنسونز اللي هو شلل الرعاش. هنعرف اسبابه ايه وطبعا السيمتومز بتاعته ايه اللي هي الاعراض بتاعته. وهنتكلم بقى على منتل ايلنس. عارف في ناس كتير قوي منكم يعني انترستنج جدا بالنسبه لها القصص دي سايكولوجي شويه، الامراض النفسيه. طبعا مش هتكلم عليهم ان دي تيرز، يعني هم مرضين والاثنين ما خدوش صفحتين على بعض، يعني اتكلم عليهم فيري بريفلي. بس حاجات بنسمع عنها كتير جدا حوالينا في الافلام والمسلسلات انجلش او عربي او وات ايفر. اول مرض كلنا نسمع عنه اسمه السكيزوفرينيا. السكيزوفرينيا اللي هو بالعربي اسمه انفصام الشخصيه. هنعرف ايه السبب ان حد بيجي له سكيزوفرينيا والسيمتومز بتاعته ايه هي وازاي بنعالجه. ساعات العلاج ما بيبقاش أدوية بس، لا ساعات العلاج بيبقى بالكلام. وهنعرف ازاي العلاج بالكلام عن طريق مثلا المصحات او المستشفيات اللي بيحطوا فيها المرضى دي. وهنتكلم على مرض تاني اسمه ديبريشن. ديبريشن بالعربي اللي هو اسمه الاكتئاب. الاكتئاب ده يا جماعة مرض، شخص بيصاب بيه، مرض نفسي بس زيه زي ايه؟ زي امراض القلب، امراض الضغط. ده مرض بيجي للشخص. مش معنى ان انا زعلان شويه مثلا بابا ولا ماما زعقولي، او مثلا حصل لي مشكله عابره، واحد صاحبي مثلا كسبني في البلاي ستيشن وحاجه، اقول ان انا مكتئب. لا، الاكتئاب يا جماعه اكبر من شويه زعل بيحصله للواحد. هي بس للاسف هي جمله كده عامله زي اللي بانا في بقنا، لا انا مكتئب انا مكتئب مش عارف ايه ايه ايه. لا، الديبريشن اكبر من كده بكتير. هنعرف الفرق ما بينه وما بين لما حد يبقى عنده شويه زعل صغيرين، ازاي نفرق ما بين ده والديبريشن اللي بجد. ممكن يكون شخص ما عندوش اي مشكله في حياته، اغنى واحد في العالم، ما عندوش اي مشاكل في حياته ولا مشاكل اسريه ولا اي حاجه خالص، وصحته زي الفل، بس جاله ديبريشن، عنده ديبريشن عادي مفيش مشكله. وممكن برضو في بعض الحالات بتبقى لما الواحد بيتعرض لإيه بنقول عليها life changing event، event غيرت حياته، فقد حد عزيز عليه، فقد شغل معين، ممكن يجيله اكتئاب. يعني الاكتئاب بيبقى ليه أكتر من سبب، هنتكلم عليه طبعا بس مش in details قوي. هنتكلم برضو في الشابتر ده عن الآي حبيبتكم، عارفكم كنتوا بتكرهوها بس أنا إن شاء الله يعني هحببكم فيها. الآي هي هي بالظبط بتاعت اوليفل كامبريدج وإديكسل. بس برضو في كم كونديشن كده دول جداد علينا برضو ما كناش بنتكلم عليهم في كامبريدج وإديكسل، اللي هو مشاكل بتيجي في العين زي مثلا لونج سايت اند شورت سايت. ايه قصه اللونج سايت والشورت سايت دي؟ اللي هي بالعربي اسمها قصر النظر وطول النظر، اللي هو ازاي ساعات في ناس بتشوف ال قريب وما بتشوفش البعيد. ده طبيعي، معظم الناس كده اللي ما عندهم مشكله في النظر يعني. وفي ناس بتشوف البعيد ما تشوفش القريب. نعرف الفرق ما بين القصه دي. نعرف في ناس عندها استجماتيزم، يعني معظم الناس برضو في مصر هنا في جينات متوارثه قوي ما بيننا هنا عن الاستجماتيزم، بس مش استجماتيزم زي ما احنا بنقول في مصر، بنقول عليه اسمه استجماتيزم. نعرف ايه هو الاستجماتيزم ده. كاتاراكت اللي هو بالعربي بنسميه المايه البيضاء، بيجي للناس كبيره في السن، ساعات جده مثلا او تيتا او وات ايفر. ساعات اللانس او عدسه عينيهم بتغيم يعني ايه؟ بتبقى كلاودي، لونها ابيض بدل ما هي ترانسبيرنت، فده بيخلي الواحد مش شايف عيني كويس، فبنعمل لهم ترانسبلانت، ساعات بنديهم لانس جديده.
ساعات في ناس عندها مشكله في الكورنيا في العين، بنعمل لهم ترانسبلانت، نديهم كورنيا زياده. الاير دي جديده علينا، ناخد الاستراكشر بتاعت الاير. هنعرف او هنتكلم عن الاير كاورجن اوف هيرنج اللي هو ازاي بنسمع بيه، وكاورجن اوف بالانس، اورجن اتزان، اللي هو ازاي عن طريق الاير يا جماعه احنا بنتزن. هنعرف هفهمكم بالظبط يعني ايه اتزان ان شاء الله. دي بقى حاجه مهمه جدا جدا جدا، سيبكم يعني من قصه هي مهمه في السيلبس، هي مهمه في حياتنا اكتر من السيلبس، يعني اللي هي اللي احنا بنسميها ال NIHL Noise Induced Hearing Loss. ساعات في ناس بتفقد السمع بتاعها من النويز، والنويز ده مش المقصود بيه ان هو واحد مثلا بيصرخ في ودانك، او تعرضت مثلا لحاجه كده سبيكر مثلا معين جنب ودنك علي فجاه، مش شرط يحصل الهيرنج لوس من القصه دي. نتكلم هنا عن هيرنج لوس مينلي عن طريق ان الواحد بيتعرض لساوند الفوليوم بتاعه عاده بيبقى عالي كل يوم، اعلى من ان الودن تتحمله، اللي هو ببساطه شديده ايوه اللي هي ايه الايربودز والهيدفونز. كل يوم حد بيسمع في الهيدفونز دايركتلي كلوز لودنه كل يوم، ده يا جماعه للاسف الشديد لو بنعلي كل يوم القصه دي، يعني كل يوم بنسمع بصوت عالي، ده بيأثر على ودننا على اللونج ران، خصوصا ان الودن بتتأثر ببطء. يعني النهارده مش تحس حاجه، ولا بكره ولا الشهر الجاي والسنه الجايه، تبتدي بقى على مدار ايه السنين، سنتين ثلاثه، تقول انا سمعي دلوقتي زي مش زي من سنتين او ثلاثه، وكل ده بسبب القصه دي نتكلم عليها. نتكلم على الكيميكال كوردينيشن، الهرمونز اللي في جسمنا والاندوكراين جلاندز، هم ما فيش جديد في القصه دي. الهرمون اللذيذ اللي اسمه الادرينالين بتاع الفير والفايت والفلايت، ده هرمون جديد اسمه الثيروكسين، ده بيطلع من الرقبه من نك جلاند اسمها الثيرويد جلاند. وده طبعا اخر جزء في الشابتر ده اللي هم الدراجز. هنتكلم على حبه دراجز كده، ومش لازم دراجز وحش على فكره، يعني دراجز ممكن تبقى كويسه، لو دراج كويس يبقى اسمه ميديسن. زي اشهر واحد اسمه الباراسيتامول، الباراسيتامول ده اللي هو البنادول والبنادول اكسترا والبارامول والحاجات دي كلها، ده الماده الفعاله اللي فيه او المولكيول اللي جواه اسمه باراسيتامول، وده اللي هو بيقول لك بنستخدمه في الكورونا عشان خاطر يخفض الحراره. يعني ما شاء الله الصيدليات كلها ايه، ما فيهاش دلوقتي بنادول ولا بارامول والحاجات دي كلها، الناس عماله بتسحب في البنادول ده اللي هو باراسيتامول، وده من مخفضات الحراره الناس تاخده لو الشهر بره بعيد، يعني بيجي لها الكوفيد ده. ده طبعا تاني دراج، ده طبعا الليجل اسمه الكنابس. الكنابس ده اللي هو اللي بيبقى سموكت از ماريجوانا او حشيش، نعرف ايه هو ده. هنتكلم على الهيروين، الهيروين ده طبعا الليجل دراج. نتكلم على الكوكين، شويه دراجز كده. شابتر 10 احنا قلنا 12 شابترز خلاص، يعني هند قررنا نخلصهم. شابتر 10 ده جديد علينا انتايرلي، وده من اقصر والذ الشابترز اللي في الجسم. بنتكلم حاجه اسمها السكيلتال سيستم، العظم السكيلتن بتاعنا، البونز اسميهم ايه، البون بتاعت السكال بتاعتنا، البون بتاع الصدر طبعا عارفين ريب كيج، ايدينا رجلينا، القصص دي كلها هنعرفهم، لذيذه جدا. ناخد الاستراكشر بتاعت البون من جوه، ده شكلها اهو، دي اللونج بون تبقى في رجلنا. هنتكلم حاجه اسمها جوينتس او المفاصل. يعني ايه جوينت او مفصل؟ ده السبيس اللي بتبقى موجوده ما بين تو بونز، اي عظمتين في جسمي في مكان ما بينهم اسمه الجوينت اللي هو المفصل. نعرف انواع المفاصل دي ايه، فريلي موفابل جوينتس. يعني ايه فريلي موفابل؟ يعني مفصل او جوينت العظم او البونز اللي حواليه بتتحرك فريلي. يعني مثلا الشولدر ده يعتبر فريلي موفابل جوينت، لان انت ببساطه شديده ممكن تحرك ايدك فوق وتحت زي ما انت عايز، صح؟ في مثلا بارشلي موفابل جوينت، بارشلي موفابل يعني جوينت او مفصل بتحرك العظم اللي حواليه بس مش قوي،
زي مثلا الباك بون او السباين بتاعنا، العمود الفقري بتاعنا، بنعرف نحركه سنه بس مش قوي. وفي immovable joint، يعني مفصل العظم اللي حواليه ما بيتحركش، يعني لو عملنا ايه مش هيتحرك، immovable. وده مثلا زي بتاع السكال، زي بتاع الجمجمه، عظم الجمجمه immovable، المفاصل اللي ما بين عظم الجمجمه immovable. ناخد العضلات المسلز ببساطه شديده، يعني ده تشابتر ظريف جدا. التشابتر قبل الاخير بنتكلم على الانهيرتنس، الهيريديتي. والتشابتر ده بنتكلم عليه بالظبط تقريبا بنسبه 90% شبه او ليفل ادكسل. يمكن شباب او ليفل كامبريدج اللي معانا هنا يعني ما خدوش الكلام ده ان ديتيلز قوي. خلاص، اول تشابتر عادي الكلام اللي احنا عارفينه، كروموزوم يعني ايه، جين يعني ايه، ديبلويد هابلويد اليل، القصص دي كلها عارفينها، جينوتايب فينوتايب هوموزايجوس هيتيروزايجوس، القصص دي كلها، دومينانت ريسيسيف، كل ده عارفينه، ده كلام سهل. ستراكشر بتاع الدي ان اي كلنا برضو عارفينه، هناخده هو هو مفيش مشكله. يمكن ده الجزء الجديد اللي شباب او ليفل كامبريدج ما خدوهوش خالص، او ليفل ادكسان عارفينه، اللي هو القصه بتاعت الدي ان اي ريبليكيشن. يعني ايه دي ان اي ريبليكيشن؟ يعني انا دلوقتي مثلا فور اكزامبل سيل فيها 46 دي ان اي، احنا طبعا بنتكلم من وجهه نظر الهيومنز، 46 دي ان اي مولكيول. السيل دي عايزه ديفايد اثنين بحيث ان كل سيل يبقى فيها 46، فلازم طبعا يحصل ايه؟ لازم الدي ان اي اللي هو موجود ال 46 يعمل نسخه من نفسه كانه بيصور نفسه، يبقى 92 دي ان اي. ليه بقى؟ عشان لما السيل تتقسم اثنين، السيل دي تاخد 46 دي تاخد 46، ده اسمه دي ان اي ريبليكيشن. هنعرف ازاي؟ هنعرف حاجة اسمها الجيناتيك كود، ازاي دي ان اي ده جواه كود، وازاي السيل بتترجمه. ترجمه يعني ايه؟ يعني ازاي دي ان اي ده عليه معلومات بتأمر السيل تعمل بروتين. السيل بتترجم الشفرة اللي موجودة في الدي ان اي وتعمل البروتين، او البروتين ده اللي مسؤول عن شكل السيل. هنعرف ازاي القصة دي بتحصل، عن طريق الستابس اللي هي اسمها البروتين سينثيسيس، اللي هم الشباب عارفينها ترانسكريبشن وترانسليشن، نتكلم عليهم ان ديتيلز، نفس ديتيلز الاو ليفل ادكسل. وبرده يا جماعه لو حد كان فاكر ان هو مش كويس قوي في الحته دي، عارف الحته دي صعبه، دي من اصعب الحتت في المنهج، بشرحها يا جماعه فروم سكراتش، بديكوا فيجوال ايدز كتير قوي، بشرح لكم بفيديوهات وبرزنتيشنز هتفهموها كويس جدا منها ان شاء الله. نقعد نعيد ونزيد منها لدرجه ان انا بجيب لكم حتى اسئله اكسترنال بره الباس بيبرز عشان نبراكتس اكتر على الحتت اللي بتبقى صعبه زي دي. خلاص، بعد كده بقى الكلام العبيط كلنا عارفينه، كامبريدج ويدكسل من ايام حتى بري اي جي، الجينيتك ريشيوز 3:1 1:1، انهيرتنس اوف سكس اكس اكس واكس واي، والقصص دي كلها. الكودوميننس اللي هو ما فيش واحد دوميننت على الثاني ولا الثاني ريسيسيف على الثاني، زي بلاد جروب اي بي لو تفتكروا. فاميلي بيديجري اللي هي شجره العيله، العم كان عنده كذا والخال عندها كذا، تفتكر العيله هيبقى شكلهم عامل ازاي؟ هو هو بالظبط. دي حته كانت او ليفل كامبريدج ما كانتش موجوده في ادكسل، اسمها سكس لينكج، اللي هي بتبقى امراض او كونديشنز معينه الميلز مور لايكلي ذان ذا فيميلز ان هم يجي لهم. خلاص، نتكلم عليهم. طبعا السيل ديفيجن مايتوزس وميوزس هنتكلم عليهم بنفس الديتيلز الاو ليفل، والديفرنسز ما بينهم ايه. ميوتيشن، طبعا لو تفتكروا ميوتيشن يعني طول النهار عمالين بقى نسمع ميوتيشن، ميوتيشن يعني تغيير مفاجئ في الجينز، جين فجاه بيتغير او جينز فجاه بتتغير المعلومات اللي عليها. هنعرف ايه اسباب القصه دي وبتحصل ازاي، حتى احنا بنسمعها قصدي اليومين دول ليه؟ عشان الكورونا احنا خايفين ان هي تعمل ميوتيشن، ان هي الفيروس بشكل معين دلوقتي، الفيروس ده ممكن يحصل له ميوتيشن، تغير في جين ساعته يبقى اقوى، ينفكت البني ادمين اوحش، وممكن برضه يحصل له ميوتيشن ان هو يبقى اضعف، وده اللي ان شاء الله يعني بيحصل دلوقتي، ان الفيروس بقى اضعف نتيجه الميوتيشن، ما بقاش قوي زي مثلا من 3 شهور. خلاص؟ هنتكلم يعني ايه ميوتيشن؟ نحاول نريليت كل حاجة للكورونا اللي احنا فيها دي. نتكلم طبعا على حاجة اسمها الستام سيلز،
عارفينها من الاو ليفل دي برضو. وده اخر جزء في الشابتر ده اللي هو الجينيتك انجينيرنج. جينيتك انجينيرنج ده اللي هو ايه، اللي هي بالعربي اسمها الهندسه الوراثيه، اللي هو ازاي بننقل جين من سبيشيز لسبيشيز ثانيه، زي ما بننقل الجين بتاع الانسولين من بني ادمين نديه البكتيريا، عشان البكتيريا هي اللي تطلع الانسولين، ولما تطلع الانسولين يحصل ايه، احنا نخدم البكتيريا دي في فيرمنتر عشان نديه المرضى السكر. نتكلم عليها شبه الاو ليفل جدا، نجيب الجين باللايجيز وال ريستريكشن اندونيوكليز انزيم، هم اسامي الانزيمز بالظبط. واخر تشابتر خالص بقى ديزيزز اند اميونيتي. تشابتر ده المفروض ان هو بيكلمنا على شويه امراض، هو جديد علينا بس لذيذ جدا. بنتكلم على شويه امراض سببها بكتيريا، سببها فيروس. الامراض دي نتكلم عليها شويه، في امراض احنا نعرفها، يعني مثلا الامراض اللي عندنا في السيلبس، مثلا مرض اسمه الايبولا فيروس. ايبولا ده فيروس كان موجود من زمان بس ظهر في افريكا من 5-6 سنين كده. نتكلم عليه، نتكلم على الايدز، كلنا نعرف الايدز كامبريدج ايدكس، نتكلم عليه ان ديتيلز هنا لذيذ جدا. تايفويد والكوليرا دول مرضين بيجوا، ما بقوش يجوا قوي دلوقتي طبعا في المجتمعات المتقدمه، لان دي امراض ليها علاقه بايه، بالنظافه والتعليم. لو مثلا واحد بيشرب من الترعه ولا بياكل اكل كان واقف عليه دبان، ما ممكن يجي له كوليرا ولا تايفويد. ما تلاقيش حد في المانيا مثلا ولا في امريكا مثلا يجي له تايفويد ولا كوليرا، دي بلاد متقدمه والتعليم والستاندردز اوف ليفنج بتبقى عاليه فيها. ممكن تبقى عندنا تايفويد وكوليرا في مصر بس بسيط، في الحتت اللي هي بيبقى يعني ما عندهاش ووتر سبلاي نظيف، الناس فيها مش متعلمه، بتاكل اي حاجه ما تغسلش ايديها والقصص دي كلها. اتكلم على جونوريا، ده مرض شبه الايدز شويه، بتنقل عن طريق السكشوال انتركورس. مرض اسمه الاثليتس فوت، هنعرف ليه سبيسيفيكلي بيجي للاثليتس، ناس الرياضيين. والاثليتس فوت دي المفروض ان هي ايه، يعني هنعرف سبيسيفيكلي ليه بيجي للناس دي، ده مرض جلدي بس مش خطير قوي. واخر مرض خالد اسمه الملاريا، ده بيتنقل عن طريق الناموس في افريقيا، ناموس معين كده بيعيش في افريقيا، هنعرف ازاي بنقضي عليه. في الادويه يعني حتى الادويه دي، ادويه الملاريا موجوده دلوقتي بيعالجوا بيها كلنا نسمع، يعني لو انتم متابعين قصص الكورونا دي، في دواء اسمه الهيدروكسي كلوروكوين، ده هيدروكسي كلوروكوين ده مرض، سوري، دواء للملاريا، اكتشفوا ان هو بيعالج بعض حالات الكورونا، اكتشفوا كده بعد كده ايه شالوه، قال لك لا ما ولا بيعالج ولا بيعمل، على ما عمالين يجربوا فينا اهو ما يعرفوش حاجه. خلاص هنتكلم على الملاريا، احنا هنتكلم طبعا على الملاريا مش هنتكلم على الكورونا، يعني كورونا لسه بنكتشفه. يمكن ان شاء الله بقى لو حد عنده اخوات صغيرين ولا حاجه، ممكن كمان 5 سنين ولا 7 سنين ولا حاجه يحطوا الكورونا دي في السيلبس. خلاص. والجزء الثاني من التشابتر ده بنتكلم عن الاميونيتي. الاميونيتي طبعا عن طريق الواي بلاد سيلز، فاجوسايتس وليمفوسايتس. هنعرف حته جديده عليها شويه، الليمفوسايتس دي انواعها ايه، في حاجه اسمها بي ليمفوسايتس، حاجه اسمها تي ليمفوسايتس، وهنعرف الفرق ما بينهم وازاي كل واحد بيموت الباثوجين او الميكروب بطريقته. ده كده يا جماعه كان اوفر فيو على السيلبس كله. عايز بس اوريكم شكل الامتحان. ده مثلا جون 19، جون اللي فات، شكل الاكزام اهو زي ما احنا شايفين. دي بيبر 1 بتبقى في 1 hour 45 minutes، وبتبقى اسئله شبه اللي انتوا عارفينها، وليفل ايدكسل انتوا متعودين على شكل الصفحه دي، هي بالظبط زي ما احنا شايفين. وليفل كامبريدج يمكن ستايل الاسئله شكل مختلف، بس احنا لو جينا قرينا الاسئله هنلاقيها اللي هو ايه، شبهها جدا، شبه الاسئله اللي احنا عارفينها يعني. بص ده مثلا اهو، حتى بيقول لك ارسم جينيتك دايجرام، هو بالظبط. ودي بيبر 2، هي بالظبط، يعني هو كانه مقسم لك الامتحان على جزئين، برضو بيبر 2 اهي من نفس السيشن، 1 hour 45 minutes، نفس ستايل الاسئله، توث اهي، جرافس طبعا ديسكرايب واكسبلين السيل، والكالكوليشنز والقصص دي كلها.
بالنسبة يا جماعة للسيلبس بتاعنا، أنا إن شاء الله بخلص السيلبس قبل الإجزام بشهر لشهر ونص، عشان في آخر شهر أو شهر ونص دول أنا بعمل ريفيجن، برجع على المنهج تاني درس درس. بالنسبة لستايلنا بنمشي إزاي، أنا بنخلص الدرس بنحل عليه من الكلاسيفايد، ده شكل الكلاسيفايد اهي. الكلاسيفايد كبيرة شوية خلاص. ليه بقى؟ طبعا ايام البيولوجي الحل كان مهم، عشان خلينا بقى نتكلم كده، اي البيولوجي الحل كان مهم، الهيومن الحل اهم. الهيومن بيولوجي الحل فيه مهم جدا جدا جدا. ليه؟ لان هو يعني ساعات في بعض الأسئلة، في بعض الأسئلة بيرخم في المارك سكيم بتاعها، فاحنا بنبقى جاهزين ان احنا we are practicing كتير جدا. يعني بيبقى سؤال باين قدامنا مثلا بيبقى درجتين او ثلاثة، احنا بنقعد نحل السؤال ده ونقعد نكرر فيه ونعيد فيه ونزيد فيه علشان نفتكر هما بيبقوا عايزين ايه بالظبط كمارك سكيم. فاحنا جزء كبير جدا من الكورس بتاعنا يا جماعة بنحل، طبعا انا بشرح from scratch زي ما قلت، جزء كبير جدا جدا من الكورس بتاعنا بنحل، هنحل كتير جدا، تاخدوا هوم ورك وهنحل كتير جدا خلاص. بعد كل تشابتر بنعمل اكزام، بعد كل تشابتر مش اكزام يعني كويز على التشابتر ده، وبعدها بشويه كده بنجمع شويه تشابترز وبن ايه بنعمل اكزام عليهم اكبر شويه من الكويز خلاص. ما تقلقوش يا جماعه، انا عارف انتوا بتسمعوا يعني قصص عن الهيومن، انا عارف القصص دي. الفكرة ان لو حد لا قدر الله بيخايش مثلا في الهيومن او حاجة، بيبقى بسبب ان هو استهون بيه. يعني انا to be honest، اي حد بيبقى expecting مثلا يجيب ستار وجاب ايه في الهيومن استهون بيه، متوقع يجيب ايه يجيب بيه استهون بيه. استهون بيه في ايه؟ احنا يعني زي ما احنا شايفين من 60-70% من السيلبس احنا خدناه وعارفينه وسمعناه 90,000 مرة من ايام بري اي جي، ومدرسينا قالوا لنا عليه في 500,000 مرة في الريفيجنز والقصص دي كلها. هي الفكرة ان انت ما تستهونش بيه، عامل الهيومن وعامل كل حاجة على اساس ان انت اول مرة تشوفها، على اساس ان انت اول مرة تشوفها، ما شفتهاش قبل كده خالص. ماشي يا جماعة، واحنا ان شاء الله هنبدأ على اول 7. انا بزبط السكاديول دلوقتي اهو، حسن هيبعت لكم السكاديول. انا هاخد طبعا اكستنسيف كورس، تلات او اربع حصص في الاسبوع بالديتيلز، هقول لكم كل الديتيلز عن طريق حسن في خلال الايام الجايه دي. ولو حد عنده اسئله فاين، مفيش اي مشكله خالص. هنمتحن predicted grade ولا امتحان عادي؟ هو شكلها امتحان عادي لحد دلوقتي، يعني unless حصل حاجة لا قدر الله والكورونا دي جد التاني. احنا كده كده مين معايا بس، معلش اسمك ايه؟ ملك. ملك، احنا كده كده احنا كده كده شغالين عادي، وبنظبط الافيدنسز من نص السنة. يعني كده كده انت هتمتحني خلاص الكويزز اللي هي في نص السنه، هيبقى معاكي نسخه عشان تعرفي غلطاتك، ومعايا انا نسخه عشان تظبيط الايفيدنسز ده ولا قدر الله حصل حاجه. فاحنا يا ملك جاهزين لو في امتحان، وجاهزين لو بريدكتد جريد ان شاء الله، ما تقلقيش. بس موست بروبلي هتبقى امتحان عادي صح؟ ايه ده، انت ملك. ملك ايوه ملك. ايوه ملك. ملك عثمان. ازيك يا دكتور؟ ازيك، زي الصحه والاولاد كويسين الحمد لله. خلاص، فهو كده كده احنا جاهزين للاثنين يا ملك، predicted grade او عادي. يا رب يبقى عادي بقى ونخلص من الكورونا والقرار. طب مستر حضرتك هتعمل حصه برضو اي اس بيولوجي؟ اي اس لا، بص تكلميه بقى في القصص دي يعني احسن على الواتساب. يعني احنا هنا بس نتكلم اكتر يمين عشان لو حد عايز. ماشي
السلام عليكم. عليكم السلام. هو حضرتك بتدي اونلاين؟ بدي اونلاين ان شاء الله. شكرا حضرتك. نعم كورس يا جماعة ده بتاعنا كله هيبقى اونلاين. طب دكتور هو احسن اخده في نوفمبر ولا في جون؟ يعني it depends يا جمان، انت عايزة في نوفمبر معاه مواد تانية ولا لا؟ يعني هو لو في نوفمبر يفضل يبقى لوحده او معاه مادة مثلا language English عربي French حاجة خفيفة يعني. اوكي. لو في جون براحتك بقى، بس لو نوفمبر انا شايف ان انت ممكن تخلصي منه في نوفمبر احسن، على اساس انت لسه فاكرة البيولوجي ومخلصها جون اللي فات، ففرش كده أول بول علشان إيه نبقى فاكرين الحاجات اللي موجودة فيه. ففاين نوفمبر مفيش مشكلة. ماشي في حد تاني يا جماعة عنده أسئلة؟ يعني خلاص البرزنتيشن بتاعتي عدى، عنده أسئلة؟ طيب خلاص يا جماعة، يعني خلاص البرزنتيشن بتاعتي، يعني أنا تشرفت بيكم جدا، إن شاء الله تبقى سيشن ظريف علينا كلنا، نمشي واحدة بواحدة. إحنا زي ما قلنا جاهزين لو في إجزام، وده يعني الأغلبية اللي بتحصل يعني، وجاهزين لو لا قدر الله حصل في predicted grade أو أي حاجة شبه جون اللي فات، إحنا جاهزين للناحيتين وبنجمع الأفيدنسز مع بعض موجودة يعني. فيعني لو حد عنده أسئلة يتفضل، أنا خلصت. لو ما حدش عنده أسئلة خلاص يعني ممكن تتكلموا بقى خلاص مع مستر حسن، تعرفوا الديتيلز يعني. شكرا لكم.